انا كنقول لك بان كل شيء متراكب ومترابط. الى حلينا المشكل في المراكز الاوليه الصحيه ما يبقاش المشكل عندي في الضغط ديال المستشفى. المستعجلات عندنا فيه ما يكفي من من من, من الدرايه ومن من التجربه باش نخدموا السامي ونديروا لا كوب دافريك ونديروا المونديال دي مروكو 2030. عندنا الخبره الحمد لله وعندنا النظام المعلوماتي اللي كيكفينا، ولكن عندنا النقص اللي الحمد لله بداك النقص راه تحدينا الجائحه، يعني فوق الحزان المغربي كتلقاه، وحنا خدامين اليوم باش كنزيدوا في الموارد البشريه. انما بغيت نصحح لك واحد الارقام. شكرا سيد الوزير. اذا سمحتي لي على الارقام، 82 حاله اللي كاينه جات في سيدي علال التازي، 7 ديال الوفيات، 20 حاله مشات للسبيطار ديال مولاي يوسف، 4 تيديروا الدياليز وداروا مشكل في العين، 20 مشاو للسبيطار ديال 35 مشاو للسبيطار ديال القنيطره، و20 بقاو في محلهم. اذا الحمد لله راه كاين باش اللي كيتكفلوا بهم، وحنا كنتاسفوا للضحايا وكنعزوا العائله ديالهم. شكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.